مرحبا بكم، معكم الشيف نائل، دارس الطاين باستنشاق في النرويج، تخصص في تغذية الرياضيين، تركيب الوصفات. أنا حجربها، ولكن أكيد حقول طيبة شو ما كانت، ولكن أتمنى أن أنتم تجربوها وتحكوا لي شو رأيكم بالتعليقات تحت، وأي استفسار لا تترددوا، كل شيء موجود في صندوق الوصف، وأي شيء بدكم إياه اكتبوا لي بالتعليقات وأنا جاهز على الرد. أتمنى تشتركوا بالقناة وتدوس على الزر الأحمر على الجرس. مع السلامة.